فيلم تريانجل أوف سادنس يفوز بجائزة أفضل عمل في أوروبا لعام 2022. التفاصيل عبر قناة نجم المشاهير. فاز فيلم تريانجل أوف سادنس بجائزة أفضل فيلم في أوروبا، وذلك خلال فعاليات الدورة 35 لجوائز السينما الأوروبية. فيلم تريانجل أوف سادنس يفوز بجائزة أفضل عمل في أوروبا. وحصد فيلم تريانجل أوف سادنس مخرج وكاتب سيناريو بجوائز السينما الأوروبية لعام 2022، كما حصد العمل جائزة أفضل ممثل للنجم لزلاتكو بوريتش، وتأتي تلك الجائزة بعد حصول الفيلم جائزة السعفة الذهبية لأفضل عمل بمهرجان كان لعام 2022. وعلق فيليب بوبر منتج تريانجل أوف سادنس على فوز فيلمه بجائزة أفضل عمل قائلاً: إن الفيلم يجسد رغبة أوروبا في أن تكون ملاذاً للمخرجين السينمائيين، وأوروبا هي المكان الذي نشأت فيه السينما، لذا فإن كل صناعتنا مبنية حول صانع الأفلام لدعم وتوزيع أعمالهم. أبطال فيلم تريانجل أوف سادنس. وبعد حصول المخرج روبن أوستلند على جائزة أفضل مخرج وكاتب سيناريو عن فيلم تريانجل أوف سادنس، أهدى جائزته للنجمة الشابة الراحلة تشارلي بي دين، والتي توقيت عن ناهز 32 عاماً. وشهد حفل جوائز السينما الأوروبية لعام 2022 حصول فيلم ماريوبوليس 2 على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وتسلمت الجائزة ابنة المخرج الراحل مانتاس كيفيدرافيسيوس الذي قتل خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. كما حصل فيلم ذا جود بوس على جائزة أفضل فيلم كوميدي، والذي تدور أحداثه حول علاقة مدير مصنع مع عماله، والذي يحاول أن يكسب ثقتهم لفوز مصنعه بجائزة التميز، وذلك في أطار كوميدي. المكرمين بحفل لجوائز السينما الأوروبية. ومن بين المكرمين المخرجين بحفل جوائز السينما الأوروبية لعام 2022 ماركو بيلوتشيو الحائز على جائزة رواية القصص الأوروبية المبتكرة، وإليا سليمان الإنجاز الأوروبي في السينما العالمية الحائزة على جائزة السينما العالمية، ومارجريت فون تروتا الحائزة على جائزة الإنجاز الأوروبي مدى الحياة.